الجراحات الروبوتية هي جراحات بتسمح للجراح إن هو يقوم بإجراء الجراحة عن طريق التحكم بالكمبيوتر في كنترول بانل، وفي أذرع جراحية متعددة، ذراع بيبقى يحمل الكاميرا وأذرع أخرى للآلات الجراحية. الفكرة إن هي بتسمح بإجراء جراحات دقيقة ومعقدة بدقة ومرونة وتحكم أفضل من الجراحات التقليدية. طبعا من أشهر العمليات اللي بتتعمل بالجراحات الروبوتية هي الراديكال بروستاتكتوم، اللي هي استئصال البروستاتا بالمنظار لوجود ورم خبيث بها. احنا ابتدينا النهارده باستئصال المرارة بالمنظار وعن طريق الروبوت، وده اول جراحه بالروبوت داخل مستشفى جامعيه. وطبعا التدريب يتم لفريق من الجراحين الشبان بحيث ان هم الليرنينج كيرف بتاعهم او منحنى التعلم يزداد تدريجيا. نتمنى ان شاء الله ان التدريب في جميع التخصصات الجراحيه زي المسالك البوليه وزي النساء نقدر نكون فرق جراحيه متخصصه، وبعد كده يتم التعليم. كل ما التقنيه بتتطور كل ما الاسعار بتاعتها بتقل، ونقدر ندرب فريق اكبر من الجراحين ان شاء الله.